السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المحارب الزجاجي، وين يبحث عن سبب إصابة إصابات المتكررة، وين ظهر هذا المحارب الزجاجي لنادي نيس الفرنسي والمنتخب الوطني. إنه يبحث عن سبب إصابته المتكررة والتي حرمته من المشاركة في غالبية المباريات نادي هذا الموسم في الليغ 1. يعني شعر لاعب راه من 2018 هو في نيس، راه لاعب 8 لاعب لاعب 53 بارتية تاع سيزون تاع لاعب واحد تاع محرز ولا تاع راهو كيسموه صالح. هذو لي يلعبوا لي على روحت لكم بطوله تاع انجليز، خاطر لا يلعبوا لي بارتي بزاف، يلعبوا كاس الاتحاد، كاس رابطه المحترفين، كاس الرابطه المحترفه، الشامبيونات الشامبيونز ليغ، يلعبوا خمس جبهات. على هذيك نقول لكم بلي ودي هذو سيزون كامله فايتينه، كيلعبوا سيزون كامله فايتينه، هذاك اللي يقعدوا لي روبلاسون فايتينه. هو راه في من 2018 للسنه راه 2023 لاعب 53 بارتيه ولا ما شحال ارقام. وهذا اثبت المدلل بالنسبه لمدرب فاشل في المنتخب الوطني الجزائري، ومصنف في المركز 11 في ترتيب اللاعبين اكثر اصابات في الدوري الفرنسا. وقال هذا المدلل لمدرب فاشل في تصريحاته نقلتها الصحافة الرسمية لمستشفى سبيطار للجراحة العظام والطب الرياضي في الدوحة على الانستغرام، انه قد نجت وين جئت الى مصلحة سبيطار لمعرفة سبب اصابتي المتكررة وليس فقط للتعافي منها، وبصراحة وجدت هنا كل ما احتاجه. واضاف تجربتي هنا رائعة، احرزت تقدم جيد على مستوى الجسدي والنفسي، والامر الذي سيساعدني كثيرا مستقبلا واردف اخترت قدوم الى سبيطار لانني اوصيت بذلك، اتيت الى هنا للعلاج إصابتي والعمل على عدم تكررها. لعاب حر، لعاب سوف يصبح حر، هذا الشهر حر، جوان 30 جوان لعاب حر. راح اسبيطار خويا، اذهبها ولا اضربها كي بغيت، اذهبها ولا اضربها كي بغيت خويا. العيد نهار الجمعة ولا السبت، الله يجعل يديروا الحد ولا الاثنين. وختم هذا الفتى الزجاج محارب الزجاجي سبيطار ما كان جيد للعلاج والتركيز للعودة على ممارسة كرة القدم. عدة لاعبين حدثوني عن سبيطار، وبالنسبة لي هو مركز يوفر العديد من المختصين الذين يقدمون خدمات عالية الجودة. وفي 27 مارس الماضي كشف مستشفى سبيطار خضوع هذا الفتى الزجاجي لفحوصات طبية بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع فريقه في المباراة برسم الدور المؤتمر الأوروبي ضد فريق شريف المولديفي، حيث دخل اللاعب الخض في الدقائق العشر الأخيرة من المواجهة. وفي تصنيف صدارة الحديث أتى هذا الفتى المحارب الزجاجي في المركز 11 في ترتيب اللاعبين أكثر إصابة في الدوري الفرنسي خلال القرن الحالي. والله ما أنا عارفين، ومن بعد يجي يدير لك أحسن رقم، أحسن وأحسن رقم سنين على الجهة، أحسن مدافع على الجهة اليمنى. والله ما أنا ساهمي كاع الناس الآخرين هذوك اللي يلعبوا هذوك اللي يلعبوا الأريال دروا وكلشي، هذوك تما ماشي لعابة، كي هذا لعاب تما هذوك مكان والو، كي هذا ديفونسور تبارخري مكان والو. الله يهديكم الله يهديكم ان شاء الله، تبراو بلا عيب ان شاء الله بربي، والله لا تبراو بلا عيب. هذا راه جوال، هذا راه جوال تنقد وبلغت ارقام غياب الظهير ايمن لنادي نيس الفرنسي
عن منافسة يعني 534 يوم ضيع خلالها 68 مباراة، كما تعرض ل 16 إصابة خلال مشواره مع نادي نيس فقط. ويقول لكم بلي هذا اللاعب تعقل، اللي قلت لكم غادي كي نروحوا لمصر للبوكوب دافري غادي يجي بلاد بلاد، ما جابش جاب قال بلاد والله ما جوار كاع. هذا ميجا زاتشي ولا جوار. ومن بعد قال له واحد الغنيه يغنوها تاع من اول نظره عشقتك من اول نظره، هذا من دو دايره طرواطي. من بعد ما يسيبلوش قاع يديروا ناف، ومن بعد ما يسيبوش قاع يديروا حداه يقعد يبكي معاه، المهم دايروا حداه. انا نقول لكم هذه هي الغنيه تاع عشقتك من اول مره عشقتك، وقيل كيما كيغنوها قيل ما نعرفش هذه الغنيه تاع كنا كنا الشيخ الجلالي عيت هاد السوتياتي والجنية وريميتي ولاوي الهوالي وخالد ما نعرفهمش حنايا الشعبي فعلي الله ما نعرفهمش. على هذه نقول لكم هذا اعتبره بانه محارب زجاجي، هذا هذا عيب يلعب في ليكيب ناسيونال، نورمال ما يلعبش ليكيب ناسيونال، نورمال عادي. ما هوش لعاب ماشي هذا كل ديال لعاب تتكلوا عليه، هذا ديال ما كان والو مسكين قاعد يعني القادي وقاعد يجروا موراه او ديال بسبب او بسببك انت او بسبب ذاك المدرب تاعك الفاشل يعني، هما اللي نتوما بسببكم وروانشكم دي مودا ودعمي والله لا بسببكم والله ما نسامحوكم. بعد يجي تقول شو بين بال يا ودي رون توما نس أنا كرهتكم كي شفتكم أنا بقى كاين ناس رامي كومونت اللي بغى يقول لك تايا راك تشكر في المغرب ولا تشكر في تونس ولا قال لك تشكر في ليبيا. أنا بنقول لك أنا كي شفتكم تشكموا سونزاري المدرب فاشل تقدسوا فيه وتبرعت منكم أنا يا روح متبري منكم. أنا عندي ليكيب ناسيونال برك نبغي ليكيب بلادي نبغي إعلامي ونبغي بلادي برك، وانتوما ما تمثلوناش توما شو توما اللي شو اللي كنتو مأمنين توما حشاها لكم كوافير حشاها لكم كوافير حشاها لكم. ومي كنا نقول لكم اودي راكم غالطين وانتو تكومونتو تعايروا فينا، واليوم راكم نتوما بديروني باش تعايروا شو بين خاطر انايا مخر اي انا مقعدكم يعني هذا الشويه هذا عاد مش راني باغي يدي كامله انا غير على هذا الشويه برك يا هلي يا هذا الشويه برك ماني باغي كاع ندخل كاع نجبد لك توشي لك لي ستوما وتوشي لك يا بشويه هذه يا هذا راكم ضرع على بالي الله يحسن عونكم خاطر حنا نكشفوكم. انا نقول لك باللي انت اللي انت اللي تعبد فيه ماشي مدرب كاع، انت اللي تعبد فيه ماشي مدرب. انت تقول لي قاسامه ماشي قاسامه، المدرب هو اللي هردنا من روحنا شكون ديمون. هو كنت تقتيه بينه وبين روحه يقول لك انا، كي سقتي روحه يروح المرايا يقول له شكون، يقول له انت، يقابل المرايا يقول له انت، انت سبابي وانت اللي ما خليتنيش نروح كوب ديمون. لونترينور يروح يقابل المرايا تاعي في روحه يقول له انت سبابي انت سبابي، راه مين بالك مين راه يصلي راه يطلب في السماح الليل مع الصباح. مالك يا ولد عمي وخرج في الارم سي قال لهم باللي عندي الواس عندي ادله باللي قاسامه غادي يتعاقب بها. وانت الناس على بالك الناس تروح تشوفك، انا على ديك ما نامنش، انا تبان لي كيما تهضروا كاع كذابين ما نامنكمش كذابين، لا نتوما لا المدرب ابار واحد برك رئيس اتحاديه شاب دينامارا اللي قالوا دي الماتش ما يتعاودش لعبوا الشيطان انا درنا تاع الاخرين وانتوما تعايروا فيه وليتوا تعايروا فيه عايرتوه ما خليتولوش ابار هو برك في المسؤولين اللي قال الوزير ذاك سبقاق ولا ما شتا ولا هو وصل يضرب الشيطة المدرب اصبعه وحشيه يعني ولا يقول لك عندنا ما يلف منا منا والاخر يقول لك من الاخر او انتوما فين كذبتوا ولا الشيطان انت تكذب انا بين نمشي معاك ولا انت كذاب مونتير وانا نمشي معاك ما نمشيش معاك، انت صاحب انت مدرب فاشل صحفي كذاب ما نمشيش معاك انا يا غادي نبدا نشوف روحي سوال نشوف روحي ونهدر وحدي تقرا اش تقول لي طقت يا كادي انا بين انا طقت لا لك. المهم
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير و بارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وصحه رمضانكم سعيد.